السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان دعوة عشان كحرن وربعين تحدي جهاتيو شيء كذا كصابسون هو كشرع الدرضها اللي التهريبيني تضبط يكرا يقعد كل جندت كرير عبد واق ويقني مستين أي مركز دب أصون ولاتي وحنا برلمان كصوماليا أي ضد علوس كيشين هو كشرع الدرضة إن يقدم بيان إن ذلك السوق اليوم ما لحد قصر رئيس دولة الصومالية يكو جلمذك هالك قار كم ذا حلبان نضع يكدو ذيان رير جلمذك قارهان رير عبد واق إن هو بالآن أي هيسي أو باهي وين أي وقبين هو بكاسي إسلام أركان إلهي جعنتو ذا دي وسوق لي أي تهين إلهي يكو حمديان سيد الله ماريان إلهي وبري حلبان عبد الرشيد حدق أو كم ذا حلبان نضع كسو جيدا بيش الدارود أي شيغي إن وقت إن لقول لهم يو أي قلت تهيبا هوبكي أي قبصدين دادك رير عابود واق ما لين كستان هوب لسوق اليو دالك الصوماليا إلا يكوبي سقاشان كين هوب وسوق اليهي صوبت هوبكا لو بومبوني ناينا وكت المامي إن وجيدة قارة لقال ليحد لكن حلبان عاقا ويني أو كم إذا حلبان هذا بارلوان كالصوماليا إباشا هوية كسو جيدة كان ميدا حلبان هذا لقصو دورتي قل مدوك أي شيغا إن هوب كاسي أي كلوك لها يين مسؤولين كترسن قل مدوك إسلامر كان وآمسين يهي إن مدحوينها جمهورية دا فدرال كالصوماليا أي تهي إن طلابه وكا قاضو حلبان عاقا ويني وحاو كم إذا هاي دور حلبان أو براهد بلشيدة كدا بعي وير كسابسان أحمد عبد كاري غورغور مركي هوب كاسي وقعانتا وقالي داد كرير عابدوا waxaan lagu xamanayaa in wax ka ogaa hubkaasi inkastoo wax cadeyn ah ilaa iminka aan loo helin isaga iyo xilibaan saabir shuuriye ayaa ahaayeen xilibanadii ugu horeeyay ee weeraray madaxweyne qorqor markii hubkaasi gacanta uu galay 15kii bishan galab isniin ah hadaba dooda xilibanada oo aad u xamaasad inay soo tahriibiso hub sharci darro ah waliba ka soo tahriibiso xuduudo furan waa mas'uuliyad darro weyn oo madaxweynaha iyo laanta fulinta gaar ku ah qaanuunka dawliga iyo aqliga saliibkan aanan ogolaan karin waxaan ka hadlayaa hubka haddana waxaan rabaa qodobka labaad una qabateynta hubka macnaha inaan ka hadlo mudanyaal inta aan la qaadin una qabateynta hubka ee soomaaliya saarnayd madaxda soomaalidu waxay ku doodayeen in argagixisada aan looga adkaan karin nabadgelyada aan la sugi karin ciidamadeena aan la tayeyn karin ilama la helin ilaa hadii aan la helin ciidan iyo hub xoogan xaqiiqdii markii cunuqabateynta hubka ay dunidu soomaaliya ku soo rogtay laga qaaday ama la saaray baan ka wadaa soomaalida ayaa loogu daneynayay because waxaa xilligaasi coday xasuuq ba'an oo ka dhashay burburkii dowladdii dhexe فشل مدير مدكير سند فشل مدير كذب ما في هوبكا عن قوتين في الغرق هذه كل قلك هوبكا أو ملايين دولار لغو قيمي وحسببه سيادة حمدة مدحوينها جمهورية الصومالية حسن شيخ محمود مدنيال وحالة جديدية وحول بقو شرع الدراء إن qaab beeleed ciidankii qaranka loo diiwaan geliyo in qaab beeleed ciidankii loo hubeeyo qaab beeleed loo dalacsiiyo dowladnimadii dalkana waxaa lagu celiyay awood beeleedyo iyo shirkado ganacsi oo suuq madow ahaan market driven ugu shaqeysta waxaa sidoo kale la jideeyay in xuquuqdii iyo daryeelkii ciidamada aan loo sinaanin dhammaan arrimahaasi oo dhan waxay ciidamada qaranka ku noqdeen niyad jab iyo إن حتى ضيع أي فرميه فقص وبحان أي تماده إن أي نيد أحان ويان قرب ساكت حدي أن أصول نقضى دعوة عبود واق وحاك بشي الدنبيال دنبي قوه الرأي حدان حسوا قد بيد حب شرع الدراح دنبي قلبات وحواي أو كذا الشيء وعلي مشي يداوع دات شعبه قول سوورينا دنبي قصد حاضر وكذا الشيء وحواي أمر شرع الدراء ولا استعمالي لون استعمالي إذا ما دي قرنك جراحان هي أدى إن بس في دقرنك هو أسكر لجلاي وحا أيام دراء مركا ما أنت أو أي سومالية كجرت الدولة شرعية إنه قبتين تي هو كسار مين لجا قاضي دولة دون أي شرعية وهي سطو إن هو كسوق قدر كرتو أي دولة إير بورو دكرو وزير قاشاندي وزير أمي تريال عيدا حوجة
إن يسوع تهريب سهوب شرع الدراء وليبا كسو تهريب سهوب دودة فرن أو أيضا كقرن ك أو أن إلال الجوبي ومسؤولية دروي أو مدحوينها يلان تقولين تجار قوة قانون كدولة هي عقل الصليب كان أنا أقولان كل هذا بتكلى أن ربيعنا تسوى حيتاي وزارة ها قرن كقارها قوة مهمة سيد قاشاندق أمني مالية أرمها الدبدة oo ay ahayd in qaranka loogu adeego waxa lagu qaatay waxa laga qaaday awoodihii ay lahaayeen waxaan laga dhex abuuray awoodo kale oo qarsoon sida hay'ado iyo wakiilo idman shirkado qandaraasayaal ah oo shaqadii wasaaradaha la wareegay waxayna galeen heshiisyo amni oo qarsoodi ah oo golayaasha dawladda aan la keenin madaxda wasaaradaha waxay maamulaan qalqoof maran maamul ahaan iyo maaliyad ahaanba waxaan tusaale kugu filan dacwadii ka dhacday abuujwa markii wasiirkii amniga uu yiri waxba kama ogi sidee ku dhici kartaa in wasiirka amniga uu yiraahdo waxba kama ogeyn dacwadaas dhacday mudanyaal waa runtii waxba kama ogaan karo qolfoof ayuu maamulaa hannaanka sare ee dalka ayaa wasaarad walba la curyaamiyay wasaaraduna kama soo kaban karaan arrintaas ugu dambeyntii madaxweynaha iyo laanta fulinta ayaan uga fadhinaa inay keento dadkii ay sheegeen inay ka dambeeyeen iyo ciddii ku soo wargelisay hubkii sharci darrada in xuduudda laga soo tahriibinayo waa dembi caalami ah iyo mid dembi qaran ah oo aysan ku ekeen guddi la magacaabo dahaymiyaan dib ugu soo noqonaynaa doodii halkan ka dhacday oo xildhibaanka uu soo jeediyeyna waa aragti marka amin wax yar sideysan dooda gudoomiyaha ee xildhibaanka dhex marteen waa dhageysanaynay muhiimadduna waxay tahay in xeerowsaadka lagu wada shaqeeyo xadisemadna talooyinka uu soo jeediyey waa waxa waaye intii la ku sheegaan uga gudbeenaa dooda iyadaan ku soconaynaa waa yaroo kaftanaa marka u sheegaa gudoomiyaha waxaan leeyahay ninka cadisemada iska maareeya nimay waxaas iska dhaafay ninkaas sida loo maareyn laa laga shaqeeya intaas waa in kaftanaa marka intaas kadib waxaan rabaa ajendaha dooda iyada oo xasaanada iyo ka hadlaya xildhibaanada iyo dagaalada soo noqnoqday oo gobollada ka socda iyo duruufta muxuu ahaa dalka ku wajahan ee xuduudihiisa iyo ilaalinteeda xildhibaan wax yar allah mudanayaal waxba lama maqlo xildhibaanada qaar baa taataagan inay fadhiistaan baan codsan lahaan sayara fariisaw dooda marka xildhibaanadu ay soo jeediyeen aad iyo aadaan u dhawaadinaynaa aniga waxaan rabaa inaan hal mar ku laabto sida xeerowsaadka uu qabo guddiga dagaaladii hadda ugu dambeeyey hubkii yimid dalka oo galmudug ka soo galay degmada cabudwaaq xuduudka ay la leedahay dowladda etoobiya waxaa loo saaray guddiga la yiri oo hadda baarlamaanku gudoomiyuhu soo saaray aniga waxaan soo jeedin lahaa in sida xeerowsaadka uu qabo in loo saaro guddi ka soo jeeda deegaanka oo xildhibaanadii deegaanka laga soo doortay inay muxuu ahaa ay noqdaan xildhibaanada guddiga laga dhigaayo maadaama ay iyagu ka warqabaan bulshada iyo duruufta ay ku sugan yihiin in ay muxuu ahaa noqdaan dadka ahmiyadda iska leh dhibaataduna maadaama iyaga ay qabsatay waa ka xumnahay dhibkii dhacay culaysadii dhacay iyo dhimashadii ka dhacday waxaan wada ogsoonnahay in magaalada muqdisho laga qaado hub ay dowladdu leedahay oo ciidamada qaranka leeyihiin baabuur iyo labo iyo saddex wixii la rabo lagu daro si nabadgelyaha ku taga meelihii loogu talagalay dowladdu waxay sheegtay in hubkaasi sharci darro ahaa ciidamadii qaranka ay soo qabteen dad qabaa'ilana ay weerareen waxaan xogaha qaar annagu aan helayna ay sheegayaan in maamulka meesha ka jira uu qayb ka ahaa wixii meesha ka dhacay oo iyagu qayb ka ahaa shaqadii dhacday waxaan marka xoojinaynaa gudoomiyahana aan ka codsanaynaa in guddiga dib loogu laabto oo xildhibaanada deegaanka ahaa oo deegaanka ka soo jeeday ay shaqadaas qabtaan iyagana looga dambeeyo talada ka imaanaysa guddiguna uu ka yimaado xildhibaanadii galmudug laga soo doortay arrimaha xasaanadda waa intii la sheegay qofkuna waxaa la yidhi man sharafa nafsahu fahuwa shariif annagay naga bilaabanaysaa inaan ilaalino shuruucda iyo xeerowsaadka noo yaalla iyo sida aan ugu dhaqannay dadku noo arkaan ayaan ku shaqayn karnaa mar walba marka inaan ilaalino
شرف كحلبان كستنا وعلم التهاي شرف كحلبان كمركز للدنيا أما دواته قرتي ولا الله تبشر قبي حلبان ذاها أرنتو ذا وحسانة حلبان ذو أي كتي مد هذا ما أنت لقدو ذا هنا إنتو صلاة أبارو أيا فعنا الله ذو أيدنا أي هو هلا تلمع مصر وحد عين وربحنا أي كبحيان كدبنا أي قوانا لقصو صارو هذه دلك غدي ستهاي وهي دعية هذا ذلك بنان في ستهينا إن لك الأوادو حير أي يلتو يددك أي قصيصو هذه وزارة دارما دوادة نغطو هذه هو ماشي أي واحد عين سفارة بتاعي إن لو هو أيغانا لغو وربحين قلي مركا وحان أيضا يا إن اللي بعنا الحسانة دودا الإلالية وانا الإلالية هذا أنت هذا عن برلمان كان كجرني وحان درين إن إني ميل ونكسن أي جوكتو وحان رأى مركا قنانة كينا كسو كوبو ظروفها ذلك البرلمان كانوا مكشقيه إن ذلك دور الشقة في عدد كذا عدو دستور كيسه كقرن دور شو يمكن ذلك ما ملذنا وحمدنا حوا دي بدع كجرا وقت يد الغب اللامي وعن مركح الجنة إن دور شو يمكن العسبونيسيو مر والبناء ما ملك ماشى جرا هدي وقت جاي حوا تايم كل شيء وكذا ما ذات كل من غنا ذات كنا واسلوا ولا كانايا si marka maamulada ay u xogeystaan in doorashooyinku la soo dijiyaan xojineena oo sidii halkaan aan ka ansixinay loogu shaqeeyo duruufaha soo noqnoqdo dagaalada ah oo ka dhacaya maamuladana waxa dareemayna inay dana shakhsiyaad iyo dana gaar ah oo maamuladu naftirkoodu ay qayb ka yihiin oo shabaabka kaliya aan lagu toomeeno ayaguba ay ka shaqeynayaan qabaailka la isku diro si looga mashquulo